أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: ما هو ضابط لباس الشهرة للرجال والنساء؟ لباس الشهرة هو الذي يخالف عليه المجتمع المسلم. لباس الشهرة هو اللباس الذي يخالف لباس المجتمع المسلم الموافق للسنة، فلا يخالفهم، لأنه إذا خالفهم صاروا ينظرون إليه ويستغربون منه ويكون محل استغراب، فلا يجعل نفسه محلا لنظر الناس واستغرابهم. أما إذا كان المجتمع يخالف السنة في اللباس فإنه يجب عليه أن يخالفهم ويعمل في السنة. أما إذا كان المجتمع يعمل في السنة ولباسهم على مثل السنة فإنه لا يخالفهم بل يمشي معهم.